السلام عليكم، اخوكم عبد الله هنا. يا شباب، اليوم راح نتكلم كيف تسوي شعار خاص فيك، اللوجو. كثير من الناس، ما في شركات كثيره يا شباب تقدر تدخلوا فيها وتنشئ شعار خاص فيك، ما تحتاج انك تدفع ولا شيء عليها. في اذا بتخلي مصمم خاص محترف اذا سوي لك الشعار حقك، زي ما تشوف انا سويت كذا شعار. تقدر تروح مثلا عندك اب وورك، اذا سوي لك شعارات. طبعا الشعار تراوح من $5 لين $100 على حسب الشخص المحترف اللي يسوي لك هو. كما كبداية، حاول انك تسوي مثلا اذا ما عندك راس مال، حاول تستثمر جميع راس مالك في الاعلانات وفي المواقع، فتقدر توفرها مثلا زي ما تشوف شعارات. هذا الشخص قاعد يسوي شعار، على كل شعار مثلا يكلفك $31. خلينا نشوف كم التكلفة عنده. اوكرانيا طيبة، خلينا نشوف السعر اللي حاطه هو مثلا، تقريبا يعني على $30 راح ياخذ منك. هذا $60، انا اشوف ما يستاهل تنفق هذا المبلغ. الافضل انك تنفقه في الاعلانات والتسويق عشان تقدر تحصل عليه دخل اكثر. فانا راح اوفر لك في هذا الشيء. عندك شركتين هنا يا شباب، الشركه الاولى اللي هي هاتشفول دوت شوبيفاي دوت كوم، وعندك الشركه الثانيه هي ويكس. ويكس اكتب ويكس لوجو، يطلع لك هي كيف الطريقه. تكتب ويكس، عندك لوجو في ميكر، لوجو ميكر في محرك البحث جوجل، يطلع لك اول واحد. تضغط عليه، تسوي دخول لحسابك. كان عندي حساب ستارت ناو، فاوريكم الخطوات كيف تنشئ حساب. يقول لك اطلب منك حساب، بعد كده اضغط على هذا الخيار اللي هو نيو لوجو، تضغط عليه. يقول لك تبغى شخص محترف يسوي لك الشعار ولا تبغى انت تسوي بنفسك. طبعا دي المره راح نسوي بنفسنا. الحين مثلا نسمي الشعار زي ما تبغى، مثلا خلينا نسميه نينجا هاكر، مثلا عنوان فرعي سوشيال ميديا. طيب دحين هنا ايش المجال الشباب اللي انت شعارك مختص فيه؟ مثلا مجال الفاشون، مثلا حوايج، او مجال الرياضه، مجال التصوير. زي ما شايف نحن مجالنا اللي هو ايش، اي كومر، اللي راح يكون تجاره الكترونيه، اي كومر ستور. طيب هنا يقول لك ايش التصميم تبغاه، مثلا تبغاه مثلا دايناميك، فن، بلايفول، تكنولوجي، عندك مودرن. انا راح اختار دائما مودرن تكنولوجي، ممكن بعض الاحيان فن. طيب الحين نقول لك خيارات، ايش الخيار اللي تبغى، مثلا الخيار الاول والثاني، ايش الاشكال اللي تعجبك. ممكن هذا الاشياء الثاني، انا احب الشعر يكون على فوق مثلا وكلام تحت، في يختلف تعرف من شخص لشخص. طيب هنا ايش الغرض من الشعر، يعني تحطه مثلا في الموقع، تستخدمه في وسائل التواصل الاجتماعي، بزنس كارد، تحطه في الموقع. الحين هو يقول لك ديك خيارات من الشعارات، ايش تختار واحد من بينهم. الحين تمام خلاص، الحين تنشر كل شعار خاص فيك، بدك الخيارات اللي انت تعجبك منها، تقدر تختار واحد بينهم. عندك خيارات كثيرة يعطوك جدا جميل للشباب الموقع، ممكن هذا حلو. طيب خلينا نختار، انا راح امشي مع هذا. طالع كوستمايز، تقدر تغير تعدل عليه، تقدر تشوف كيف شكله على الموقع او على الحساب وسائل الانستغرام. مثلا عندك بزنس كارد، عندك في التي شيرت، تقدر تغير الوان. مثلا تقول الالوان هذه ما عجبتني انا، خلينا نغير الالوان. مثلا نختار اللون هذا، هذا احلى كثير. عندك هذا اللون زي كذا، تقدر تغير الالوان على راحتك. جدا جميل البرنامج، تقدر تضيف عليه تيكست اذا تبغى، تضيف عليه كلام، تعدل على الكلام اللي هنا، ترجع لا انا بغير رايي مثلا، بغير الكلام. تبي تضيف شعار خاص فيك، تبي تضيف، عندك شيب تصميم، عندك خلفيه تبي تضيفها، الوان الخلفيه تبي تغيرها مثلا، تبغى زي كذا كذا مره ساطع. انا عجبني اولاني اللي هو كان زي كذا تمام. طيب حاجه ثانيه دحين لما يقول لك نيكست، يقول لك اشتري الحساب. فايش اسوي؟ اخذ سكرين شوت من هذا الشيء، من هنا اخذ سكرين شوت
أوريكم إيش سووا في خطوة ثانية. بعد كده خلينا نشوف الموقع الثاني. هذا الموقع أنا سمعت عنه جيد إنه ممتاز جدا ممتاز، خلينا نجربه. أجيب إيش الغرض منه مثلا؟ خلينا المجالات اللي راح يكون فيها ناحية التكنولوجيا، راح يكون موقع. وبالتالي طيب عندك يور فيجوال ستايلز، ايش تحب مثلا؟ الشكل يكون كيف؟ مره جميل هذا الموقع، احسن من هذاك. ممكن اول ما كان نفس الطريقه نفس الفكره، بس الحلو هنا يا شباب جايب لك صور يخليك تخيل كيف. خلينا نحط زي انوفيشن، تمام. اخذنا اليجنت اند الليبرانيك، طيب حلو مره جميل. خلينا نحط الاسم اللي هو راح يكون ايش؟ نينجا طيب تمام. تالي كل الموقع وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن البيزنس كارد تضيف اشياء ثانيه، يكون عندك موقع محل تضيفه. طيب هي التصاميم جاتك، we made this logo for you، تختار واحد من بينهم هذا اسرع. طيب خلينا نشوف ايش الاشياء الحلوه. اوكي. هو المشكله ما يقط معك الكلام، بس انا كده ما تجيب لك على النينجا، يجيب لك نفس الستايل حقه. فانا احاول ان ايش اخذ حاجه مقاربه لها. طيب انا اختار حاجه بسيطه كبدايه مثلا زي كده. وبالتالي تلغي هنا في الألوان، كملت عليها زي ما تشوف هنا، يوريك الأشكال، تحمله على طول هنا. هنا تسجل عادي، انشئ حسابك وسجل. طيب بوريكم حاجة ثانية أخيرة شباب جدا مهمة، دي اسمه ريفو ريموف ذا باك جراوند، هي ريموف باك جراوند قصدها. إيش الفائدة من هذا البرنامج يا شباب؟ جدا قوي، تحمل الصورة نفس اللي احنا أخذنا سكرين شات من الأولانية. فأنا إيش حسوي؟ حمل الصورة نفسها اللي قبل شوية أخذتها أنا، حملها على البرنامج. بعد كده شيل الخلفية، شايف كيف شيل الخلفية؟ أداني الصورة بدون خلفية، أقدر أستخدمها على أي مكان في وسائل التواصل، أحط الخلفية اللي اختارها أنا. عشان ممكن تجيني مثلا صورة، خليني أوريكم كانفا، كثير منكم يعرفوا كانفا أكيد. كانفاس معلش كانفا. طيب زي ما تشوفوا هنا، خلينا ندخل مثلا نحط هنا اللوجو. مثلا انا بختار تصميم زي كذا جدا جميل. كانفاس يديك شعارات حلوه كمان يا شباب. خلينا نختار هذا. ويا يا اوكي. خلينا نختار شيء كذا. ونحمل الادوات اللي حطيناها. طيب جميل. لما تشوفون بدون خلفية تقدر تتحكم فيه له، مرة خطير يا شباب البرنامج ده. تقدر تسوي زي كده، تقدر تغيره مثلا شيء هذا كله. طيب شايف كيف تطلع لك شعار خاص فيك مجانا وفي دقائق يا شباب، ما كملنا 5 دقائق، طلعنا الفيديو زي كده وشعار جدا مرتب حلو. تقدر تحط عليه أي شيء أي شكل تبغاه، تضيفه عن طريق كانفا، تبغى حاجة متحركة هنا كمان عندهم شعارات متحركة. بعد كده حمله زي ما تشوف 7 ثواني، جدا جميل. حاول تبدا منه زي كذا يا شباب، حاول تنفق مبلغ مثلا كبير على الشعر حقك. كثير من الشركات شباب يدفعوا مبالغ كبيره بالالوف، توصل بعشرات الالوف صدقني. يعني من جد في ناس مسرفين في الشعر، حسبوا انه شيء مره صعب. الشعر حاول انه تخليه بسيط، حاول تبتكره بنفسك، ابدا فيه له. زي ما تشوفوا الشركات جدا تديك تصاميم حلوه ومرتبه. هذه الموقعين كلها مجانا، وهذا الموقع برضه ايضا مجانا. اتمنى لكم التوفيق، اشوفكم في التدريب الثاني يا شباب.